للمزيد حول ما يجري في لبنان ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير أحمد. في البداية لنتحدث عن الملفات الأمنية التي من المتوقع أن يناقشها وزير الداخلية بخصوص الاستعداد في لبنان للانتخابات المنتظرة وأيضا عودة المغتربين وربما الزائرين للبنان في موسم الصيف. هل من صعوبات متزايدة اليوم أمنيا تواجه الحكومة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فيما ترتقبه من انتخابات ومن سياح؟ تحياتي لك في البداية من العاصمة اللبنانية بيروت. بالفعل هناك اجتماع لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي مع عدد من القيادات الأمنية في مقر محافظة بيروت اليوم، ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات قليلة وتحديدا في 6 مساء بعد انعقاد جلسة مهمة جدا لمجلس الوزراء اللبناني بهيئة تصريف الأعمال. هي الجلسة 7 منذ بداية الفراغ الرئاسي في لبنان. تنظر هذه الجلسة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالأوضاع المالية وأيضا بالأوضاع الأمنية في البلاد، فربما وزير الداخلية اللبناني سيعقد هذا الاجتماع الهام للبحث في ملف انتخابات البلديات. هذه الانتخابات التي كان مقرر لها أن تجرى هذا الشهر ولكن تم تأجيلها بقانون من مجلس النواب اللبناني لمدة عام. هذا التأجيل يسمح لوزارة الداخلية بالاستعداد أكثر للانتخابات على أن تجرى على مدار العام، وليس معنى ذلك أن تجرى في نهاية العام. فبالتالي وزارة الداخلية أمام تحدي كبير وهو إجراء هذه الانتخابات على مدار العام المقبل وتدبير الاحتياجات سواء المالية أو البشرية لها. هناك أيضا استعدادات مكثفة أمنية لموسم عودة المغتربين اللبنانيين وأيضا الموسم السياحي في لبنان في موسم الصيف. هناك استعدادات كبيرة جدا وتنسيق بين الوزراء ليكون موسم سياحي واعد يعيد للدولة اللبنانية الآمال في استعادة حركة السياحة. صحيح أحمد، هذا ما يرتقبه وينتظره اللبنانيون. وسؤالي هنا، هل من تحديات متزايدة اليوم أمنيا ربما تواجه الداخل اللبناني وتتطلب استعدادات مختلفة أمنية مع حلول فصل الصيف وأيضا في التحضير لمدة عام فيما يتعلق بانتخابات البلديات؟ هل في تحديات اليوم مختلفة أو طارئة أو جديدة؟ بالتأكيد هناك العديد من التحديات، وربما يأتي على رأس هذه التحديات هي الظروف المعيشية الضاغطة للقوى الأمنية وأفراد الأمن الموجودين في لبنان. وربما ستكون جلسة مجلس الوزراء مخصصة لبحث مثل هذا الأمر أو كيفية دعم القوى الأمنية خلال الفترة المقبلة. أيضا هناك تحدي آخر، أن هناك البنية التحتية للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تطوير وتحديث خلال الفترة المقبلة. أيضا الحفاظ على مزيد من الانضباط والالتزام في مختلف القطاعات وفي مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اللبنانية، وبالتالي ربما سيكون هذا هو الملف والتحدي الأكبر لوزارة الداخلية والبلديات في الفترة المقبلة، إضافة إلى التعاون وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وبين الجيش اللبناني سواء لضبط الحدود ومكافحة التهريب وايضا الحفاظ على الامن والاستقرار سواء في الجنوب اللبناني بالحديث تحديدا وايضا على كافه الاراضي اللبنانيه. الاوضاع الامنيه، ولن نذهب بعيدا احمد، يعني ماذا عن ما جرى حول موضوع الطائره التي اسقطها الجيش الاسرائيلي وشكل الاوضاع الان؟ ما تحدث به الجيش الاسرائيلي عن اسقاط طائره هو صدر من الجانب الاسرائيلي فقط، لم يصدر اي موقف من الدوله اللبنانيه بخصوص هذا الشان ولا اي من مؤسسات الدوله اللبنانيه، ولكن الاوضاع في الجنوب هي مستقره بشكل كبير على مدار الاسابيع الماضيه. هناك حاله من الاستقرار على طول الخط الازرق ايضا، هو الخط الفاصل والذي تراقبه قوات الامم المتحده المؤقته في الجنوب اللبناني اليونيفيل، فهناك حاله من الاستقرار الكبير على طول الخط الازرق. كان هناك اجتماعا قبل امس الاول بين رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي وقائد قوه اليونيفيل في لبنان اراردو ازارو، وكان هذا الاجتماع فيه تاكيد من الدوله اللبنانيه على التزامها بالقرارات الامميه في شان وقف اطلاق النار وضبط الحدود بين لبنان واسرائيل، وكان هناك تاكيد على التعاون الكبير بين الجيش اللبناني وايضا بين قوة الامم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني للحفاظ على الامن والاستقرار في هذه المنطقة. من بيروت احمد سنجاب مراسل القاهرة الاخبارية، شكرا لك.